بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، مرحبا بكم في الحصة الثانية لمادة الرياضيات مع الأستاذ رابح حموش. نواصل مع مقطع الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية مع المولد المعرفي، الانتقال من كتابة عشرية إلى كتابة على شكل كسر عشري أو العكس. إذن بداية نتذكر معا الكسر العشري والكتابة العشرية. إذن الكسر يتكون من ثلاثة أجزاء، مثلا إليك الكسر 7/10. 7 يسمى البسط، لدينا خط الكسر ملون باللون الأحمر، و10 يسمى المقام. ننتقل إلى الكسر العشري. الكسر العشري هو كل كسر مقامه 1, 10, 100, 1000 وهكذا. والآن مع الكسور العشورية الأقل من الواحد، إليك عزيزي التلميذ الصفيحة المقابلة، وهي عبارة عن مستطيل يمثل الوحدة، الوحدة أو واحد. عندما نقوم بتجزئة الوحدة إلى 10 أجزاء متقايسة، ركز جيدا على كلمة متقايسة، يجب أن تكون كل الأجزاء متقايسة، فإن كل جزء منها يسمى عشرا أو جزءا من 10، ونكتب 1/10. لاحظ جيدا العشر وهو ملون باللون الأخضر من الوحدة، 1/10 أو 1/10. عندما نقوم بتلوين 3 أجزاء من الوحدة كما هو موضح في الشكل المقابل، فإن المساحة الكلية للجزء الملون تمثل 3/10. في الشكل المقابل أيضا، المساحة الكلية للجزء الملون تمثل أيضا 3/10. إذا قمنا بتلوين كل الأجزاء من الوحدة، أي لوننا 10 أجزاء، فإن المساحة الكلية للجزء الملون تمثل ماذا؟ تمثل 10/10 وتساوي 1 أو تساوي الوحدة. ننتقل إلى مثال آخر. عندما نقوم بتجزئة الوحدة إلى 100 جزء متقايس كما هو مبين في الشكل، دائما 100 جزء متقايس، فإن كل جزء منها يسمى جزء من 100، ونكتب 1/100. عندما نقوم بتلوين 30 جزء من الوحدة كما هو موضح في الشكل المقابل، فإن المساحة الكلية للجزء الملون تمثل 30/100. أيضا عندما نقوم بتلوين كل الأجزاء من الوحدة كما هو مبين في الشكل الموالي، فإن المساحة الكلية للجزء الملون تمثل 100/100 وتساوي أيضا الوحدة. الآن ركز جيدا عزيزي التلميذ في المثالين المقابلين، ولاحظ المساحتين ملونتين. في المثال الأول، المساحة الملونة هي 3/10، أي 3 أجزاء من 10. في المثال الثاني، المساحة الملونة هي 30/100، أي 30 جزءا من 100. نقارن بين المساحتين، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المساحتين متساويتين. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن 3/10 تساوي 30/100، أي أن الكسرين 3/10 و30/100 متساويان. ننتقل إلى الحالتين المواليتين. لاحظ جيدا، المساحة الملونة في الشكل الأول هي 10/10، أي كل الوحدة، والمساحة الملونة في الحالة الثانية هي 100/100، أي أيضا كل الوحدة. واضح من الرسم أن المساحتين متساويتين. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن 10/10 تساوي 100/100 وتساوي الواحد. إذن انطلاقا من الملاحظتين السابقتين يمكن التعميم. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الجزء من 10 هو نفسه 10 أجزاء من 100، وكذلك هو نفسه 100 جزء من 1000. أي ماذا؟ أي 1/10 تساوي 10/100 وتساوي 100/1000.
ألف. الآن ننتقل إلى الكسور العشورية الأكبر من الواحد. نأخذ مثالا، عندما نقوم بتلوين مستطيلين كبيرين أي وحدتين وثلاثة أعمدة وأربعة مستطيلات صغيرة كما هو مبين في الشكل، فإن المساحة الكلية للجزء الملون ماذا تمثل؟ تمثل 234 على 100 وتساوي أيضا 2 زائد 3 على 10 زائد 4 على 100 وتساوي أيضا 2 زائد 34 على 100. إذن كل كسر عشوري له كتابات مختلفة. 234 على 100 هو عبارة عن وحدتين وثلاثة أجزاء من 10 وأربعة أجزاء من 100. كذلك 234 على 100 هو عبارة عن وحدتين وأربعة وثلاثون جزء من 100. ننتقل الآن إلى مفهوم العدد العشري والكتابة العشرية. إذن كل عدد يمكن كتابته على شكل كسر عشري هو عدد عشري. مثلا الكسر العشري 537 على 100 يمكن كتابته كتابة مختصرة ما يسمى بالكتابة العشرية أو كتابة بفاصلة. إذن 537 على 100 وهو يمثل كسرا عشري يساوي 5.37 وهو يمثل عدد عشري. لاحظ جيدا أيضا في العدد العشري 5.37، 5 يمثل الجزء الصحيح و 0.37 يمثل الجزء العشري. ركز جيدا عزيزي التلميذ وانتبه، فإن الجزء العشري دوما يكون أصغر من الوحدة، دائما يكون أصغر من الوحدة. أيضا العدد 5.37 يقرأ بثلاث طرق، 5.37 أو 5.13 وسبعة أجزاء من 100 أو 5.37 جزء من 100. بعد أن تذكرنا معا مفهوم العدد العشري ومفهوم الكسر العشري، ننتقل إلى الوضعية التعلمية، وهي وضعية بسيطة مشكلة من سؤالين فقط. السؤال الأول هو أكتب العدد العشري 72.48 على شكل كسر عشري. أما السؤال الثاني فهو أعطي كتابة عشرية للعدد 5479 على 1000. إذن نباشر حل الوضعية التعلمية معا. نبدأ بالسؤال الأول وهو كتابة العدد العشري 72.48 على شكل كسر عشري. بداية نلاحظ أن آخر رقم في العدد 72.48 يمثل ماذا؟ يمثل رقم الأجزاء من 100. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن العدد 72.48 يمكن أن يقرأ 7248 جزء من 100، أي 72.48 يساوي 7248 على 100. لاحظ جيدا في العدد العشري 72.48 هنالك رقمان بعد الفاصلة. أما في مقام الكسر العشري، مقام الكسر العشري هو 100، فيه صفران. لاحظ جيدا وتذكر هذه الملاحظة. ننتقل إلى الإجابة على السؤال الثاني وهو الكتابة العشرية للعدد 5479 على 1000. لدينا 5479 على 1000 تساوي 5 زائد 4 على 10 زائد 7 على 100 زائد 9 على 1000 وتساوي 5.479. نتمعن أيضا جيدا في هذه الحالة. نلاحظ مقام الكسر العشري هو 1000 أي فيه 3 أصفار، ونلاحظ العدد العشري 5.479
فيه ثلاثة أرقام بعد الفاصلة. إذن باستخدام الملاحظتين الأولى والثانية، في الملاحظة الأولى وجدنا رقمين بعد الفاصلة ومقام الكسر العشري فيه صفران، في الملاحظة الثانية وجدنا ثلاثة أرقام بعد الفاصلة ومقام الكسر العشري فيه ثلاثة أصفار. إذن نلاحظ أنه توجد علاقة بين عدد الأرقام بعد الفاصلة في الكتابة العشرية وعدد الأصفار الموجودة في مقام الكسر العشري. من هنا يمكن استخراج القاعدة أو الطريقة المستخدمة للانتقال بين الكتابة العشرية والكتابة على شكل كسر عشري. إذن للانتقال من كتابة عشرية لعدد عشري إلى كتابة على شكل كسر عشري أو العكس، يمكن ماذا؟ يمكن توظيف العلاقة الموجودة بين عدد الأرقام بعد الفاصلة في الكتابة العشرية وعدد الأصفار الموجودة في مقام الكسر العشري والعكس. نقوم بإنجاز بعض الأمثلة. نبدأ بالمثال الأول وهو الكتابة الكسرية للعدد العشري 76.3. إذن نباشر خطوات الحل. 76.3 أولا نكتبه دون فاصلة في بسط الكسر العشري، أي 763، ثم نضع خط الكسر، ثم نلاحظ العدد العشري 76.3 فيه رقم واحد بعد الفاصلة، أي مقام الكسر العشري سيكون فيه 0 و1، إذن مقام الكسر العشري هو 10. إذن ننتقل إلى المثال الثاني وهو الكتابة الكسرية للعدد العشري 120.503. إذا نفس الخطوات الحل. أولا 120.503 نكتبه دون فاصلة في بسط الكسر العشري، ثم الخطوة الثانية ماذا؟ نضع خط الكسر، والخطوة الثالثة نلاحظ عدد الأرقام بعد الفاصلة في العدد العشري 120.503 وهو 3 أرقام. إذن ماذا؟ إذن مقام الكسر العشري فيه 3 أصفار، أي المقام هو 1000. نمر إلى المثال الثالث وهو الكتابة العشرية للعدد 18,065/100. نباشر أيضا ونوضح خطوات الحل. إذن 18,065/100، الخطوة الأولى هي نكتب بسط الكسر العشري كما هو دون تغيير، أي 18,065، ثم نلاحظ مقام الكسر العشري، مقام الكسر العشري فيه 0. إذن نحسب رقمين انطلاقا من اليمين ونضع الفاصلة. ننتقل الآن إلى المثال الرابع وهو الكتابة العشرية للعدد 15,000. ركز جيدا عزيزي التلميذ فإن هذا مثال مهم. إذن 15,000 دائما الخطوة الأولى نكتب بسط الكسر العشري كما هو، أي ماذا نكتب؟ 15. ثم الخطوة الثانية نلاحظ ماذا؟ مقام الكسر العشري فيه 3 أصفار. إذن نقوم بإضافة أصفار على يسار العدد 15. في هذه الحالة سنقوم بإضافة 0، ثم نواصل بنفس الطريقة ونحسب 3 أرقام انطلاقا من اليمين ونضع الفاصلة. أرجو عزيزي التلميذ أن تكون قد فهمت الدرس جيدا، سنتأكد من ذلك بعد إنجاز التمرين الموالي. السؤال الأول هو أكتب كل من الأعداد التالية على شكل كسر عشري. أما السؤال الثاني فهو أعطي الكتابة العشرية لكل عدد من الأعداد الآتية. نباشر الحل معا. نبدأ بالعدد الأول 83.672. دائما قلنا الخطوة الأولى نكتب العدد العشري دون فاصلة في بسط الكسر العشري، أي 83,672، ثم نضع خط الكسر، ثم نلاحظ عدد الأرقام بعد الفاصلة في العدد العشري، لدينا 3 أرقام، إذن
مقام الكسر العشوري سيكون فيه ثلاثة أصفار. المقام ماذا سيكون؟ سيكون ألف. نواصل مع العدد الثاني، 311.270. نفس الخطوات، الخطوة الأولى نكتب العدد العشوري في بسط الكسر العشوري دون فاصلة، أي 311.270، ثم الخطوة الثانية نضع خط الكسر، ثم نلاحظ عدد الأرقام بعد الفاصلة في العدد العشوري. في هذه الحالة لدينا ثلاث أرقام بعد الفاصلة، إذن مقام الكسر العشوري سيكون فيه ثلاثة أصفار، أي مقام الكسر العشوري هو 1000. أيضا في هذه الحالة الصفر الأخير غير ضروري، أي ماذا؟ 311.270 هي نفسها أو تساوي 311.27. إذن يمكن حل السؤال هذا على الطريقة الموالية، 311.27 نكتبه دون فاصلة في بسط الكسر العشري، أي 31.127، ثم نضع خط الكسر، ثم نلاحظ العدد العشري ماذا فيه؟ فيه رقمان بعد الفاصلة، إذن مقام الكسر العشري فيه صفران، أي المقام هو 100. ننتقل إلى المثال الموالي وهو العدد العشري 46.7. إذن الخطوة الأولى دائما 46.7 نكتبه دون فاصلة في بسط الكسر العشري، ثم نضع خط الكسر، ثم نلاحظ العدد العشري فيه رقم واحد بعد الفاصلة، إذن مقام الكسر العشري فيه 0.1، إذن المقام هو 10. نواصل مع المثال الرابع أو العدد الرابع بالنسبة للسؤال الأول، وهو العدد العشري 5050.05. إذن الخطوة الأولى نكتب العدد دون فاصلة في بسط الكسر العشري، أي 505005، ثم نضع خط الكسر، ثم نلاحظ العدد العشري فيه رقمان بعد الفاصلة، إذن مقام الكسر العشري فيه صفران، أي 100. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من التمرين، وهو الانتقال من الكسر العشري إلى الكتابة العشرية. نبدأ مع العدد 63.10. لدينا الخطوة الأولى كما قلنا سابقا، 63 نكتبه كما هو، أي 63، ثم نلاحظ مقام الكسر العشري فيه 0.1، إذن نحسب رقما واحدا انطلاقا من اليمين ونضع الفاصلة، إذن العدد الموالي وهو الكسر العشري 25006/100. إذن نفس الخطوات، نكتب البسط كما هو، 25006 لدينا المقام فيه صفران، إذن نحسب رقمين انطلاقا من اليمين ونضع الفاصلة. ننتقل إلى المثال الثالث وهو العدد 2020/100. إذن نكتب 2020 كما هو، أي نكتب البسط كما هو، ثم لدينا مقام الكسر العشري فيه صفران، إذن نحسب رقمين انطلاقا من اليمين ونضع الفاصلة. والآن مع آخر عدد في هذا التمرين وهو الكسر العشري 5/1000. إذا ركز جيدا في هذا المثال، 5/1000 دائما الخطوة الأولى قلنا نكتب البسط كما هو دون تغيير، أي 5. لدينا مقام الكسر العشري فيه ثلاثة أصفار، إذن نضيف أصفارا على يسار العدد. في هذه الحالة سنضيف ثلاثة أصفار، ثم نحسب ثلاثة أرقام انطلاقا من اليمين ونضع الفاصلة. أرجو عزيزي التلميذ أن تكون قد استفدت جيدا من الدرس، كما يمكنك إنجاز تمرين الوارد في صفحة 12 وهو دوري الآن من الكتاب المدرسي. وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ونلقاكم في الحصص القادمة إن شاء الله.
شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.